حسن، تعرف المرأة بهالوضع بتصير حساسة شوي زيادة. طيب رح أترككم. أوكي مرام الوقت حبيبتي. أوكي فكري بالنعمة اللي الله عطاك إياها. يلا بالإذن. صرت أحسن؟ إيه. ما توقعتك تتضايق هالقد، فاجأتيني مع إنه بعرفك حساسة. صدمت ركان. بس أنا كمان حرام ما بيستاهل، بس ما بفهم انت ليه هالقد تضايقتي. خلص لازم تروحي. معك عم، يمكن مثل ما قالت هبه، يمكن صرت حساسه زياده عن زومي من ورا البيبي، وتضايقت شوي لانه خفت على الحبس لانه خلص لك حياتك. بس هيك؟ انا عنه ما فهمت عليك. انا شو كان قصدك لما قلت انه اللي صار مع كريم من وراك؟ شو لك دخل انت بالموضوع؟ شو انت قلتي ريفل؟ قصدي انه كان لازم يبقى. ما كان لازم قال له يفل. ما كان لازم قال له يفل. شو هو كان يقبل يبقى؟ خلص انت ما بقى فيك تفكر بهالخبرية. انت ما لك علاقة بالموضوع، شيل الفكرة من راسك. اوكي بليز. تعرف لهون يعني كريم مات؟ حاول يهرب من الشرطة، وانت بتعرف اللي بيهرب شو بيصير فيه. قوص عليه الله يرحمه. حسب ما كان يخبرني ركان انه شاب كتير قدم وشغيل كتير. انت بتعرفه ما هيك؟ طبعا، ما انا اللي امنت له شغل. طيب هو ما حكي مع محامي قبل ما يموت؟ وليه عم تسأل؟ لا ماشي هيك حشرية يعني. ما حكي مع حدا غيري. هو موقوف. أنا محلك ما بشربه هذا الكاس. بكره عندك شغل الصبح بكير بالأرض. بس قبل بدي أشرب كاسك وكاس نورة وكاس البيبي الجديد. عم بحكي جد هلا؟ مبروك يا صديقي. من قلبي مبروك. مبروك لك. ميرسي يا جماعة. سامر سوري عن جد، أنا ما قدرت أشوفك قبل، بس شغلتني موتة كريم. ولا يهمك، الله يرحمه. الخبرية مش وقتها أبدا هلأ، مع خبرية البيبي. إن شاء الله نورة منها كثير متضايقة. انهارت. ما بعرف ليه هالقد تضايقت. شكلها صارت أحسن. طيب أنا رح أطلع أطمن عليها. لا برجع. في شيء ما كتير عم بقدر أفهمه هون. ويلي هو؟ لما كنت عندي بالمكتب قلت لي إنه كريم قدر يضحك علي. شو قصدك؟ عذرك أنت، لأن بعد يلي رح تسمعه ما بتصور رح بضل عندك اجرين توقف عليهم. بس لازم نكون لوحدنا. ما تعطي الهم، فيك تقول حيالله شيء قدام. ثقتي في عمياء. انت ثقتك في عمياء، انا لا. وجوده بيزعجني. بعدين هذه خبرية خاصة ما رح احكيها قدامه. علي سامر تتركنا شوي لوحدنا. بس كرمالك ركان. انت اكيد عارف باللي كان صاير بين
هيدا صاحبك وبين مرتك. أنا حكيت معه لسامر وجربت فهمه. ماني طالب منك تساعدني، أنا بحل أموري وحدي وعندي كل شيء بيلزم. بس ما بدي عنف الخبرية، كله بينحل بالرغم. طيب ليك ركان، أنت إذا عرفت إنه مرتك كانت عم تخونك مع رجال تاني شو بتعمل؟ بتتركه يعيش؟